معنا حنان صعب، عضو مؤسس لرابطة اللبنانية لسيدات العمل بلبنان والرئيس الحالي لهذه الرابطة. أهلا وسهلا فيك باستوديو وامنا. كيف ملاقي البينا بزنس نتورك؟ مينا بزنس ومن نتورك فورم؟ لا أنا يعني شعوري أول شيء كان أنه أنا مبسوطة كتير اللي قدرنا نحقق هال الفورم بوقت اللي هو نوعا ما صعب على المنطقة كلياتها، لحتى اللي نجمع تقريبا حوالي 300 سيدة من 19 بلد. ما في شك انه في جهد كتير كبير يلي نحط بهالموضوع بهالمحل. هلا نحن من لبنان تقريبا شي 22 ست جينا، يلي بتصور نحن من اكبر المشتركات من لبنان، كان اكثر مشارك بلد مشارك يمكن بهاللقاء هيدا. المواضيع اللي بحثت شيقة، التعارف اللي صار بين الأعضاء أو الأشخاص السيدات اللي انوجدوا بهالفورم هيدا أكيد كان إلى وقع كتير قوي، لحتى لي بعملية التشابك ليتعرفوا على بعضهم ويكون في إمكانية لحتى لي يتواصلوا ويتعلموا من بعضهم، وبنفس الوقت يكون في إمكانية لأنه يصير في إمكانية العمل يعني من بلد لبلد، أو المشاركة بحقل الأعمال بين السيدات. خبرينا شوي عن الرابطة، أي متى تأسست بلبنان وشو كان دورك فيها؟ شو أهم النشاطات اللي عم تشتغل عليها؟ الرابطة تأسست تقريبا من كنا شي تقريبا 12 عضو مؤسس، بلشنا فيها كانت بناء على دعوة اللي جمعتنا كليتنا كسيدات أعمال ويعني سيدات في العمل إذا بدك. انوجدنا بتونس كلنا مع بعضنا وحسينا إنه هاللقاء كان هالقد مفيد لإلنا، حسينا إنه بدنا ما نوقف هون، بدنا نبني عليه. رجعنا على البلد وحسينا وبحثنا الحقيقة، عملنا نوع من البحث أو ريسيرش لحتى نشوف شو في جمعيات اللي ممكن إن ندخل فيها وتكون على مستوى التطلعات تبعنا. فوجدنا إنه بالنهاية الأسلم لإلنا إنه كلياتنا نأسس جمعية، لأنه كلياتنا كنا محددين أهدافنا اللي هي الحقيقة إنماء قدرات السيدات في العمل، وبنفس الوقت المساعدة على هلأ الانتربرينورشيب بالعربي، في ناس بيسموها ريادة، في ناس بيسموها مقاولة، بس إنه نحن بالنسبة لإلنا بنعتبر إنه الانتربرينورشيب للسيدات بلبنان للنساء يلي هن صار عندهم نسبة عالية من التعليم هو الحل لحتى نقدر نعمل الشركات الصغيرة والمتوسطة يلي بتقدر إنها تحفز الاقتصاد والتقدم فيه لمستويات أعلى. شو برأيك بحاجة سيدات العمل نساء بلبنان لحتى يتشجعوا ويتخطوا هذا الخوف ويخوضوا مجال ريادة؟ وين النقص؟ هلأ الخوف هو عامل واحد، ما في شك انه بدي ارجع كمان لموضوع اساسي انه نحن مجموعه 18 طائفه بالبلد، ونحن في موضوع اساسي هو انه ما عندنا مبدا الورثه للصبيه منه مساوي للرجل، فهالعامل ما بيخليها للست تحس انه هي بالاصل مؤهله انه يكون في عندها نوع من الراس مال تتبلش العمل، ومن هون في عندها بتحس انه في عندها قصور منه عندها مساواة مثل الرجل. أكيد الرأسمال لحتى الصبية تبلش شغلها هو موضوع أساسي وبياخد حيز من التفكير كتير قوي لإلها. يمكن بهالمجال هيدا كمان عملية تحفيز ممكن يصير في تسليط الضوء أكتر على السيدات اللي خاضوا هالتجربة ونجحوا لحتى يكون في عامل تحفيزي اللي بيساعد. كمان برأيي هو بسموه بالإنجليزي الكوتشينج اند منتورينج، وما بعرف
الإرشاد. Thank you. الإرشاد يعني نحن مثلا من السيدات اللي بنعتبر أنه ربنا أنعم علينا بالنجاح ومن آمن أنه نحن لازم نعطي لمجتمعنا. وقت اللي بلشنا شغلنا كان الطريق كتير صعب، منحب أنه نشوف بالجيل الجديد وبالإمكانية أنه يكون طريق أسهل، وعم نحاول أنه نوفر الدعم لإلهم لحتى لي نساعدهم، إن كان من ناحية الإرشاد، إن كان من ناحية تخطي الصعاب إذا بدك، حتى تسليط الضوء على الناجحات يلي هو ممكن يصفي معدي إذا بدك، بصيروا الناس يصيروا مصدر إلهام لإلهم لحتى لي يكونوا، يعني عوامل متعددة الحقيقة، وما في شك أنه كل هيتها بتحفز لحتى لي الواحد، لحتى لي الست تبلش تفكر بجدية بالبدء بمشروع عمل خاص إلها هي. أنا أنت رائدة أعمال مؤسسة فرمامات. نعم. خبرينا شوي كيف أخذت هذا القرار، شو فرمامات بتعمل، شو صارت فرمامات اليوم؟ أنا بلشت أفكر بتأسيس شركة، كنت موظفة كصيدلة بمستشفى الجامعة الأمريكية بأيام الحرب من 85 للتسعين، وأكيد كانت فترة كتير صعبة، كانت مدنية يعني بالقلق إذا بدك اللي كان مرافقنا بهذيك الأيام. كان عندي ثلاثة ببيات حطهم بالمنشأة تروح على المستشفى، كنا نتعرض لكتير من الضغوطات بسبب الميليشيات اللي حوالينا، خاصة مركز المستشفى الجامعة الأمريكية كانوا الكل يفوتوا ليا، وكان يكون في عنا ضغوطات نفسية. كمان كان بنفس الوقت الانفجارات، كانت فترة كتير الحقيقة غنية بالتجارب إذا بدك الحرب، بس أنا تعلمت منها، أنا تعلمت منها بمعنى أنه الصبر، طولة البال، الاستعداد لأنك تروحي وتتعبي أكتر لحتى تحققي اللي بدك توصلي له بأيام يلي كمان كان الأدوية حتى توصل لعنا كانت صعبة أكيد بها. بس اتخذت القرار لأنه كان عندي نوع من كنت مطلعة على التطورات اللي عم بتصير بالأدوية، فالحقول، تخفيف الألم، الأمراض السرطانية، التخدير، كل هالمواضيع كنت بسبب وجودي بالمستشفى الجامعة الأمريكية كان عندي نوع من الاطلاع عليها، وقررت أني فوت إذا بدك نيش أريا، ما بعرف شو بسموا النيش بالعربي شوي، تخصصي صغير يعني، أوكي مجال تخصصي محدود محدد، ففتت بهالمجال. العملية تبلشت شغلي كانت يعني إذا بدك على سنة مقلقة، كان في عندي كل الوقت شعور إنه قلق، كيف أنا بدي بلش شغل وأنا هلأ موظفة عم حط الأولاد وبروح على برجع على البيت ما كتير حامل هموم، فكيف ممكن أنه يكون عندي شغلي وأحمل هم وأركض على، أو كيف ممكن أنه شغلي سكره مثلا بخضم هيك أحداث. كتير أخذني الموضوع تسارع بجواتي الحقيقة، وما في شك أنه ما كان عندي أي نوع من الدعم من المجتمع حوالي، كان كل شيء فيه سلبية حوالي ومحاولة إقصائي من الأصحاب وبعض الأهل عن هالموضوع. ولكن أنا كان عندي شغف بإني بلش، يعني بقول الدافع الأساسي كان عندي الشغف، وقررت إنه بدي بلش حتى لو بدي أخسر، حتى لو ما نجحت. كنت محظوظة كتير إنه عندي زوجي سندني بشكل يعني 100% لحتى لحقق طموحي، وأكيد هيدا عامل كتير أساسي لحتى يدفع ومشجع بوقت كان يسافر معي، لأنه ما كان حدا يجي على لبنان. كان اصطدمت بعقبات كتير بمعنى أنه الشركات ما كانت مستعدة تجي على لبنان لحتى تخاطر بوجود لإلها أو تتشارك مع شريك محلي، صعوبات كتيرة، بس يعني بالجهد بالعمل الدؤوب، يعني أكيد يعني، وبعدين على طول الدفع
لحتى لي دايما حدد شو الهدف لإلي. في كتير عوامل كانت ترجع، بس بالنهاية تنزلني ارجع اقدر انه اطلع وكفي. في مثابرة كتير كانت قوية، وبتصور هيدا موضوع المثابرة كل ست بدها تحط براسها انه ما ممكن توصل إلا إذا كان في عندها القدرة على أنها تسابر بيمكن أكتر أضعاف أضعاف من الزميل الرجل بهالدومين هيدا بهالحقل. اليوم شو صار فرماماد؟ اليوم فرماماد بلشت أنا لوحدي، بعدين من بعد ما مشي الشغل أخوي اجا من الامريكا وكفينا مع بعضنا. هلا نحن 50 موظف بلبنان. الوكالات اللي عنا اياها هي بمجال الدواء، بالمستلزمات الطبيه، بالمعدات الطبيه، بالفيتامينات والتغذيه. موجودين بلبنان عنا شركه اللي بنمثلها، كل الشركات اللي بنمثلهم بصوره حصريه. عنا شركه بصوره حصريه بنمثلها بلبنان وسوريا والأردن، شركة كتير مهمة على سوق الأسهم بأمريكا. عندنا شركة تاني كمان اللي من مثلة أمريكانية بشو سوق الشرق الأوسط. وما في شك إنه فرماماد عم تكبر، وهيدا الحمد لله بسبب أكيد للفريق العمل اللي موجود بالوقت الحاضر بفرماماد، والرؤية تبع اللي تأسست كرمال شو تكون فرماماد مستقبلها. هلأ أنا عندي نوع من الفخر إنه 80% من الموظفين هني صبايا. عندي نوع من التميز بأنه الأمات اللي موجودين بفارماماد عندهم إمكانية بيسموه flexible timing. بعدين نحن منحط ومنركز كتير من الموارد لحتى لننمي قدرات الموظفين تبعنا، فدايما الموظفين هن متمكنين. صحيح هي فاميلي بزنس، شركة عائلية، ولكن الجهد منصب على الموظفين والموظفات إذا بدي أحكي بشكل دقيق أكثر، لتمكينهم ولأنماء قدراتهم، لأنه بالنسبة لإلنا هن الفريق يلي عم يعمل فرماماد، لأنه المؤسس أو صاحب الشغل هو واحد، ما فيك تكوني بكل المحلات. ونحن مصرين على أنماء قدراتهم بأكبر صورة ممكنة، لأنه هن لمن بيصير في عندهم إنماء لقدراتهم هالموضوع رح ينصب على أول شغلة في إنماء لقدراتهم الذاتية، فإذا هن بيكبروا وبنفس الوقت رح يكبروا الشغل اللي هن عم يتعاطوا فيه. فبتصور نوعا ما هيدي الرؤية تبع فارماماد.